في الشأن التربوي الآن وللأسبوع الرابع على التوالي، يواصل أساتذة التعليم الابتدائي إضرابهم أمام فرع وزارة التربية برويسو في العاصمة، احتجاجا منهم على ما أسموه تماطل الوصاية في تلبية مطالبهم التي تتمثل أساسا في تقليص الحجم الساعي للعمل ومساواتهم في التصنيف مع باقي الأطوار التعليمية الثلاثة. معلمو الابتدائيات توعدوا بالتصعيد في حال استمرار تجاهلهم من قبل الوزارة الوصية. نتابع سويا التصريح في ميكروفون نادية معزوزة. مطالب شرعيه ما هي معروفه، يعني كما نقولوا احنا الحجم الساعي، تقليص الحجم الساعي، اعاده النظر في الاجور تاع الاساتذه تاع الابتدائي، تصنيف للتصنيف المرسوم التنفيذي اللي للان 5 سنوات ما طبقش ليومنا هذا باثر رجعي. ان بقيت قرارات شفويه، يعني لم تكن تعليمات مكتوبه وتوصلنا للمدرسه سيكون هناك تصعيد اكيد، وهناك افكار في التصعيد يعني ممكن ان لا تكون نقاط، ما نمدوش اوراق الامتحانات، تصعيد اضرب مفتوح باذن الله. اذا ما كاش استجابه واذا كان تجاهل من وزاره التربيه والمسؤولين على وزاره التربيه، ان شاء الله سيكون تصعيد وان شاء الله نقدروا نروحوا لاضراب مفتوح.